هاي انا جون، اذا عندكم موهبه جديده اما بتعرفوا حدا عنده موهبه فيكم تواصلوا معي عبر الايميل jiltop@futuretv.com.lb، اما تواصلوا معنا على فيسبوك www.facebook.com/alam.sabah، اما على تويتر @alamsabah، واكيد اذا عندكم حدا بالعائله اما حدا من اصحابكم عنده تالنت وبدكم تصوروه فيكم تصوروه وتبعتوه عبر الابلكيشن تبع فيوتشر يور ريبورت. شو رايكم تفتحوا صفحه الفيسبوك بعالم الصباح ونبلش نتواصل انا وياكم؟ بدي الا معك حق لغدير فنيشي اللي قالت في عالم مجبوره لانه ما بتقدر تدفع اقساط مدرسيه بمدارس خاصه، مجبوره تحط بالمدارس الرسميه، ولكن طبعا في بعض المدارس الرسميه المستوى غير المطلوب. طبعا نحن وياكم رح ننتقل مع هاديه على الموضه وضيفها المصمم الازياء جاد غندور. صباح الخير لكل مشاهدينا واكيد مع مصممين جديد واكتشاف مجموعات جديده لخريف شتاء 2013-2014. مثل ما بنعرف على طول لبنان من احدى اهم البلدان اللي عم بيطلق مصممين كثير من لبنان على العالم كله، والمصممين اللبنانيه عم بينافسوا اهم اسماء بعالم الموضه. اليوم عندي مصمم لبناني الاصل جاد غندور. جاد غندور درس بالاسمود واطلق اللينو تقريبا من 4 سنين دغري من بعد ما تخلص درس، ومن بعدها دغري بلش ويطلق مجموعات وصار ضمن اسبوع الموضه بنيويورك. صباح الخير جاد. دغري كانت البدايه تبعيتك دغري بلشت بنيويورك واخذت سكسي كثير كبير دغري، اذا فيك تخبرنا اول شيء عن اطلاقتك بنيويورك. تخرجت من الجامعة، قبل ما اتخرج بثلاث اشهر عملت فاشن شو بقصر صرصق ببيروت. That was my first show. المجموعة التخرج تبعت الاسمود كانت؟ لا قبل ما اتخرج ايفن عملت كولكشن كان بعد ما تخرجت من الجامعة، بعدين دبي ميامي، هول في فرق بيناتهم ثلاث اشهر، بعدين دفنتلي بنيويورك دغري. نيويورك كان اكسبيرينس كثير حلو. كان دغري بلشت الكومبيتيشن على السريع. بتعرفي شو المين ريزن اللي خليني اروح على نيويورك؟ لانه بيجيك اكسبوجر للعالم كلياته، بيكوز اوف ذا ميديا، بيكوز مين اللي بيحضر الشوز، ذا نيمز اللي بتكوني عم تعرضي فيهم بمرسيدس بنز فاشن ويك، سو هذا اللي خليني اروح على نيويورك. كانت اول مجموعه لك تحت عنوان نواخ. صح. والسبب كانت هي المجموعه، ليش نواخ؟ كان كلياتها كامل كلها اسود ما في شيء. صح. هيدا كان الجراديويشن بروجكت تبع الجامعه. قررت اخذته ديفينتلي انه بالجامعه تغير الالوان اللي انا كنت اوريدي مستعملها، فبعدين قلت ليتس بي ديفرنت، هيدا اعمله اول ان بلاك. وانا لون واحد، لون واحد، وانا بحب لون اسود كثير، فعملنا الكولكشن كلياتها بالاسود. وكانت الرياكشن تبع الصحافه وهيك كان كثير ايجابيه. لا ات واز اكسلنت. كيف جاد غندور بيوصف الستايل تبعه، وخاصه انت بلشت بالكوتور يا من نوفل كوتور اذا فينا نعتبره؟ فينا نقول كثير في انوثه، بس شوي بتكون اكثر جريئه المراه اللي بتلبس مني. بحب فرج الفجر الجسم كثير، ولازم يكون to be different. انا what I believe هادية اللي انا بصدقه انه كل مرة بتحب في عندها two sides، في عندها السايد اللي بيكون من جوا اللي بيكون she's wild بس يمكن social taboo، بدها تكون conservative exactly والمجتمع يمكن ما بيسمح او هي كيفية. فانا بجرب الفستان ابرز هالشي بس in a very decent way، بعدنا ضلها very conservative و yet very sexy. على كل حال جاد خلينا ننتقل على الاتوليه تبعك. اللي كمان هلا في كثير اشياء عم بدها تصير بهالاتوليه اللي موجوده على الروشه حد السفاره السعوديه. ننتقل ونشوف سوا الاتوليه لجاد غندور. Just up to ride for you, baby.
جاهد. هلا بنعرف انت بالكوتور المصممين بيحبوك، الزبائن بيحبوك وصاروا بيعرفوك بالكوتور، وبالكوتور اذا كنت عم تقول مثلا بتركز انت لتبرز الاشياء الحلوه بالست بس بنفس الوقت بطريقه محتشمه اذا فينا نعتبرها، يا اما شوي اكثر ديسكريت من غيرها. في شو استعمال القماشات بتحب تستعملهم بالكوتور؟ لانه هلا كمان عم تخلق كمان مجموعة جديدة حتكون إن شاء الله أسبوع الجاي الإطلاقة تبعيتها. شو القماشات اللي مثلا بتحب أنت أكثر شيء مثلا كمصمم بتحب تشتغل عليهم؟ بحب الشيفون كتير لأنه بيعطيك الإفكت السيدة هي وماشي، إذا كانت لابسة شيفون بس يطير it gives you feel very graceful. it's sexy, it's graceful، تمشي بتحس في هوا ماشي حواليها. بحب استعمل تول كمان لانه بيكوز اتس فيري ترانسبيرنت، يعني بتقدر تشوفي قديش شفافه وداونتيل. يعني مثلا بهاي الكولكشن بنشوف في عندنا الليس كان موجود تحت كل الفساتين بالباز من جوا مع الكورسات، مع الكورسي ليعطي الجمال للجسم 100%. هنا عم نشوف لقطات من المجموعه بالاضافه كمان للسليبرتيز لابسين من تيباك، إذا فيك تخبرنا أكثر عنهم. هون ما هيدا من الكولكشن كان فول وينتر، بنقدر نشوف أن استعملت فيه كتير leather this collection و it was a very big collection، كان 50 قطعة. والصور اللي عم يمرقوا different من different collections كمان من يعني من كل المجموعات اللي حبينا هالمرة نعمل نفرجي ستايل والايدنتيتي تبع جاد. مزبوط. وفي عندك when it comes to the celebrities if we want to name a few، في عندك خبرنا مين المشاهير اللي لبسوا من عندك. في نيكول شيرزينجر، في باريس هيلتون، في مايلي سايرس، في كاشا. كان هذول الاب رايزنج نيمز في عالم السليبرتيز المشاهير. وظهرك لما لبستهم للمشاهير انت اخترت لهم الاوتفيت اما اعطيتهم اوبشنز ينقون؟ ديبيندز حسب مين منهم اخترنا. مثلا اي هاد ا تشويس، انا شوف كيف شو بيلبق لها منا، صممت لها سمثينج جاست سبيشال فور هير. منهم مثلا بيجي ستايلست تبعولها على الشوروم محل ما معروضين ماي بيسز، اخذ لايك ميبي 5 بيسز، كان عندها تشويس لحتى تنقي منهم. هلا بعد الشوروم تبعك بنيويورك؟ اوف كورس، اند ان ال اي. بعلي كمان. طيب هلا من الكوتير مثلا وبتعمل اكيد فساتين اعراس؟ طبعا. وده قديه تقريبا عن جد اذا بدي انا اوصي على فستان كوتير عم ياخذ؟ يعني ستارتنج $2000 $2000. اوكي. والمده لاستلمه للفستان؟ بست اسابيع، يعني بالفتره من 6 اسابيع. اوكي. طيب نرجع ننتقل للستار هلا عن جي جي يلي هو الاشل تبعون جاد غندور. المجموعه يمكن انت من احد الاول المصممين بتلقوا البري دابورتي، وحتى مش البري دابورتي الكونفكسيون، لكل يوم باسعار بتضاهي كل الماركات الصغيره بس بماركت اسم لبناني. اذا فيك تخبرنا عنها وشو الكونسبت وراها؟ اوكي. اول شيء كثير محمس هادي على ذس لاين. هي كثير انا لما خبرتني عنها كثير حمست. It's very exciting. يعني قبل ما كنت بعرف انه the way عقلي بيشتغل انه بقدر انا to design ready to wear، وهالقد مثل ما حضرتك عم بتقولي لكل يوم، يعني فيكي تفيقي الصبح تلبسيهم وتظهري if you're going to Starbucks wherever you're going تقدر تكوني لابستيهم. كان تحدي كتير كبير definitely it was so hard، بس قررت انه ليش لا، انه ما بدنا نضلنا بالفساتين. times has changed even حتى وقت في مناسبات عندك اللاين المناسبات بس بدك كمان ستات كلهم على الطريق حتى يقدروا يستصلوا. exactly. يعني انا كتير يعني كل ما انا عم بحكي شيء على السوشيال ميديا كل ما اقول I can't wait to see the women of the Lebanese women to start with، لانه احنا لبنانيه شوفهم على الطريق لابسين my design. وهنا بنشوف كمان في عندك كثير جلد هلا عم بيصير يضيق الوقت، في هيك جايبين كم ايتم لكل يوم هيك ليعرفوا اكثر، ولهون الاسعار يلا خلينا نخلي المشاهدين يعرفوا. هلا رح تنبسطوا كثير من $50 ل $250 and that's it. واو. وهون في عندك الماست هاف البنسل سكيرت على فكره من الجلد هالسنه، بيعطي هيك كثير انوثه مزبوط ديسكريت بس بنفس الوقت القماشه بتعطي هيك اللوك السكسي فيه. بس هلا ما جبت لي شيء انت من المجموعه هيدي، الجمعه الجايه ان شاء الله، الجمعه الجايه
وين بنلاقي دخلك المجموعة جاهز؟ رح يكون عندي بالاتوليي، عملت سكشن بوتيك بقلب الاتوليي على ريتم بلزق السفارة السعودية. اوكي، وإذا بدنا نتواصل معك عندك انستغرام، شكلك بتنزل كل شيء جديد على انستغرام. صح. أنا ام فولوينج يو. اوكي. في عندي في على انستغرام في عنا تو اكونت، طبعا في ذا نيو اكونت تبع اتس جي جي، وفي ماي بيرسونال اكونت اتس جي غندور. اوكي اوكي. اند طبعا على فيسبوك في عنا تو بيجز، في تبع جاد غندور ذا لاين، اند في الكوتور، وهلا كمان اليوم. على كل حال نتشكرك جاد، وان شاء الله الاسبوع الجاي بنكون عندك بالاتوليه لنشوف اكثر، نكتشف اكثر هالمجموعه يلي فينا نصير نلبسها بكل الاوقات، مش بميزانية كتير صغيرة، ما بدنا بيجي كبير لنلبس من تصاميمك. وهيك تنتهي فقرة على الموضة، منتقل لعندك جوزيف لنشوف شو في بعد عنا بعالم الصباح. ثانك يو لك هاديه، بنرجع نشوفك على راديو يوم الاثنين. لكل المشاهدين انا بقول لكم تواصلوا معي، بدي اتشكر اوريكس ايز اللي قالت اكيد لا، يعني السنه كل سنه بيزيدوا الاقساط معك حق بشكل عشوائي وما عم يفكروا بالاهالي. عمر المصلي كيف زبطت معي انه عم اقول لهم انا انه مساعدات ومدارس خاصه وبترحم الاهل؟ مش ظابطه. ليا المختار هي حاطه بنتها بمدرسه خاصه، ليش؟ لانه عم بيطلع لها منحه بتجيب 95 على 100. وفي سيده قالت لي انه انا كنت بمدرسه خاصه ونسبه النجاح فيها بالدوله 100%، ولكن لازم يظبطوا النش، يظبطوا يامنوا الملاعب، يامنوا مزبوط. في بعض القصص جوا لازم تكون موجوده بالمدارس الرسميه، منا موجوده. نحن وياكم مكملين عالم الصباح، وقفه بسيطه وبعدها بنعود للمتابعه. نحن وياكم وانا بانتظار تعليقاتكم على الفيسبوك، افتحوا البيج وانا وياكم رح نتواصل. بعد البريك رح بنكون مع رشه ملح وخفيف نظيف. بكالفه كثير يعني، الله يسعد العالم، عن جد الله يسعد العالم. يمكن اللي عنده اكثر من ولد اكيد بده يلاقي صعوبات اكثر، مثلا بدهم ياخذوا كمان كريدي من البنك بعد شوي مشان قسطات المدارس، اذا مدارس هيك كيف جامعات؟ نظرا للغلاء الموجود كارثه يعني.